كثير مرات نسمع انه اللبنانيه عندهم ستوكهولم سيندروم، وانه هيدا الشيء بفسر ليه بنضلنا نصوت للسياسيين نفسهم او لنفس النواب. بس هل شيء صحيح؟ هيدا عم هيدا شويه تسخيف لواقع معقد اكثر من ما التفسير بخليه يبين. قبل ما نجرب نفوت بهالتفاصيل لازم نجرب نفسر شو الستوكهولم سيندروم. الستوكهولم سيندروم هو حاله نفسيه معتمده، لانه نحن نشوف انه مش اكيد انه موجوده. مثل ما اسمع ببدل اول مره توثقت كان بستوكهولم بالسبعينات، ما بتذكر على اي سنه، وتصار في عمليه سطو على بنك من قبل شخص سويدي. فات على البنك اخذ رهائن، ووقت البوليس والحكومه جربوا يساعدوا الرهائن يظهروا من هالعمليه، ما كان بدهم وتخلصون، يعني ما كان بدهم ولا يعملوا تستيموني ضد المجرم. ومش بس هيك، صاروا يطلبوا انه يجمعوا مصاري تيدافعوا عنه بالمحكمه. ليكون في ستوكهولم سيندروم المفروض يكون في اربع نقاط موجوده. اول شيء لازم يكون الشخص الرهينه يلي بيصير عنده ستوكهولم سيندروم ما عنده علاقه سابقه مع الشخص يلي اخذ الرهين. الرهينه بيصير عنده عواطف ايجابيه بالنسبة للشخص اللي خطفه. الرهينة بترفض تتعاون مع الحكومة أما البوليس إن كان تقدر تظهر من وضع السطو، أما بعدين ما بدها ولا تكون ضده ولا تلاحقه بالمحاكم. والرابعة إنه بصير الرهينة بتقتنع بإنسانية الخاطف وبتعتمد مرات نفس وجهة النظر تبعه. المشكلة بهالتفسير أول شيء إنه منا أكيدين إنه الستوكهولم سيندروم عن جد موجود. مثلا بحالة البنك بستوكهولم كان في كتير خلافات وتداعيات من قبل الرهائن، انه الحكومه ما جربت تساعدهم، انه كانوا عم تحط لهم حياتهم بخطر، انه ما كانوا عم يجربوا يدافعوا عنهم، كان عندهم مشاكل مع رئيس الوزراء اتسترا. ثاني شيء، ما في كثير دراسات علميا عملت عن الستوكهولم سيندروم فرجت انه هالشيء موجود. دائما في تفسير اخر، في ناس بيكونوا مقتنعين انه السطو كان مزبوط، في مثلا شخص ثاني اخذ رهينه مره ب بحركه مقاومه واقتنع انه هيدي الحركه هي الحقيقيه. بقى في تسخيف وقت انه حدا عم يعمل ستوكهولم سيندروم بينفي لهالشخص يقدر يكون عنده افكاره، واذا افكاره منا لاحقه السرديات تبع الحكومه او تبع البوليس. اذا بنرجع هلا بقى كثير مهم نفهم انه يمكن ستوكهولم سيندروم شيء منه موجود. يعني مثلا بالدي اس ام 5 يلي هو الكتاب يلي بنستعمله لنعمل دايجنوستكس بعلم النفس، ما في شيء اسمه ستوكهولم سيندروم، وما في كتير دراسات، وفي كتير باحثين بيعتبروا وباحثات بيعتبروا انه هيدا الشيء مش موجود. ليه مشكل وقت نقول الشعب اللبناني عنده ستوكهولم سيندروم؟ اول شيء، اذا بنعتبر انه ستوكهولم سيندروم شيء موجود، ما فينا نطبق هدول الاربع نقاط يلي شفناهم. اول شيء، الشعب اللبناني بيعرف الزعماء تبعهم، ما عم يجوا من وين ما كان. وتاني شيء، ما في الحوافز نفسهم تبع الستوكهولم سيندروم. الفرق انه الشخص اللي بياخد رهين، وقت الرهينه بيصير عندها ستوكهولم سيندروم، بيكون عنده هدف ما خصه بالرهينه، بيكون هدفه اخر، وشوي شوي الناس بتقتنع فيها. بينما بلبنان وقت نقول انه ليش الشعب اللبناني بيصوت لزعيمه، وعم نعمل كثير مغالطات فكريه بهالتفسير اللي كثير بديه انه ايه عندهم ستوكهولم سيندروم. اول شيء عم كمان نحجب عنهم افكارهم، يعني نعتبرهم كانه شوي مسخره. وفي كثير ناس بيعتبروا انه ستوكهولم سيندروم شيء ذكوري، لانه اكثريه الاشخاص اللي صار عندهم ستوكهولم سيندروم كانوا نسوان، بيعتبروا انه هي انغرمت فيه وما بعرف شو بيصير فيه، بيفوتوا بفانتازيات شوي رومانتيسيه. ثاني شيء، هذا بيحجب الكومبلكسيتي تبع الواقع اللبناني، انه نحن عندنا الزعماء تبعنا مش بس اخذيننا رهينه، بيقتلونا، بيسرقوا لنا مصرياتنا، بيرحبونا، ما عندنا علاقه ايجابيه معهم، مثل ما مثلا الاشخاص يلي معزمين بيصير معهم ستوكهولم سيندروم، بيعتبروا انه الشخص اللي اخذوا الرهينه كان عم يعاملهم طريقه احسن مما كانوا عم يتعاملوا من البوليس او من الوضع كيف كان في يندار. واخر نقطه هي انه وقت نجي نقول انه الشعب كامل عنده ستوكهولم سيندروم، عم نساعد الزعيم يفسر، يعني هدول الناس بحبوك مع انه انت مش لازم، يعني في سردية تانية لازم تنطلق لح تكون ضد الزعيم بس كمان ضد شعبه. وهيدا الشيء بيخلق تقسيم ما بيساعد سرديات تانية تظهر. بقى مرت الجاي وقت تسمع حدا عم يقول ايه الشعب اللبناني عنده ستوكهولم سيندروم، فكروا هل هالشخص وقت عم يقول هالشغلة عم يشيل حاله من المعادلة، يعني هن عندهم ستوكهولم سيندروم مش انا. وهيدا فكرة لازم تنتبهوا عليها دايما وقت حدا يقول الناس اما الشعب ويشيل حاله من العملية، فيها مثل تبرير انه انا احسن منكم، لازم تنتبهوا منه. وتاني شيء، الافكار اللي بتسخف مرات
بتمنعنا نقدر نلاحظ قد ايه في قصص عم بتصير فينا نشتغل عليها. اذا كان بس عندنا ستوكهولم سيندروم هيدا الشيء بينمي حاله عجز عنا وبيمنعنا بطريقه شوي بارادوكسيكال من انه نقدر نشتغل. فانا الشعب اللبناني ما عنده ستوكهولم سيندروم، الشعب اللبناني عم يواجه طبقه سياسيه مجرمه فاسده عم تسرقنا مصرياتنا من البنوك، ومش لانه بنصوت لهم يعني بنحبهم، يعني عندنا نظره انسانيه لهم. وشكرا.